بارك الله فيكم وعلى بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث بعث بهذا السؤال حسن وهو مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى الشرك بالله؟ وهل الذنوب والمعاصي واتباع الهوى يعتبر من الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى الشرك بالله عبادة غير الله عز وجل، بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله حيا كان أو ميتا فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهناك شرك أصغر مثل الحلف بغير الله، مثل لولا الله وأنت وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو خطير. ومنه الرياء وهو أخطره، الرياء والسمعة في الأعمال الصالحة. فالمسلم يستعيذ بالله من الشرك، من الشك والشرك والكفر والنفاق كما في الدعاء المأثور، ويتجنبه. ولكن لا يمكن أن يتجنب الشرك حتى يعرفه ما هو وما هي أنواعه، حتى يتجنبه على بصيرة. وإذا لم يعرف معنى الشرك فإنه يقع فيه وهو لا يدري. فالواجب أن نتعلم عقيدتنا، تعلم ما هو التوحيد وما هي أنواعه وما هي مكملاته، ونتعلم ما هو الشرك المضاد للتوحيد وما هي أنواعه وما هي أسبابه ووسائله حتى نتجنبها. وأما سائر الذنوب والمعاصي فإنها لا تسمى شركا، تسمى ذنوبا، معاصي، قد تكون كبائر وقد تكون صغائر. ولكن من سلم من الشرك فإنه موعود بالمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.